علوم وتكنولوجيا بعلم علمك معي أنا طارق. مرحبا، رح أكون معكم أنا طارق بعلم علمك. بدنا نشوف سوا قد العلم والتكنولوجيا ممكن يكونوا مرتبطين بحياتنا وكيف ممكن بعض تفاصيل بسيطة تساعدنا بشكل يومي. رح نبلش الحلقة بكم خبر على السريع. تشرين الثاني الماضي علماء وكالة فضاء أوروبية قدروا لأول مرة يخلوا مسبار اسمه فيلا يهبط على سطح مذنب، مع أنه فقدوا الاتصال معه بعد يومين وشوي، بتجمع كم كبير من المعلومات المهمة. الخبر الثاني أنه بيل جيت شرب كاسة مي أصلا، أنتو أكبر قدر مخلفات بشرية، كنوع من الدعم لجهاز بيصفي المي من الفضاءات البشرية وبيستعمل الباقي ليولد كهرباء ليشتغل. وصرح أنه هي المي طعمها طبيعي مثل أي مي تانية، وأنه بناء على اطلاعه على طريقة عمل الجهاز وقناعته وفعاليته هو مستعد يشرب من هي المي كل يوم. بناء على حكي جيتس، أكثر من 700,000 طفل بتوفوا سنويا بسبب ظروف الصحة العامة، وهذا الجهاز ممكن يساعد على تحسين هي الظروف بشكل كبير. أعلنت شركة تويوتا أنه حتسمح باستخدام حوالي 6,000 براءة اختراع متعلقة بتطوير وتصنيع السيارات اللي بتشتغل على خلايا الهيدروجين ومحطات توزيع الهيدروجين بشكل مجاني، علما أنه تويوتا أطلقت أول سيارة تجارية بتستعمل هي التكنولوجيا وهي تويوتا ميراي. السيارة بتمشي حوالي 650 كيلومتر بخزان واحد، بس بتضل بتواجه مشكلة ندرة محطات تعبئة الهيدروجين السائل، وعلى أمل أنه أطلاق براءات الاختراع بشكل مجاني حيشجع على انتشار سيارات ومحطات الهيدروجين. سواء كنتم من الأشخاص اللي بيحبوا يخططوا نهارهم وحياتهم حتى أصغر تفصيل، أو من الأشخاص اللي قد ما حطوا مخططات خمسية ما راح ينفذوا منها شيء، فالتطبيق اللي راح أحكي عنه اليوم أكيد راح يفيدكم. التطبيق اسمه جوجل كيب، هو تطبيق بسيط شغلته إنه يذكركم حتى ما تنسوا شيء. تقدروا تدخلوا عليه قائمة بالشغلات لازم تعملوها، أو تلقطوا صورة على السريع وتحفظوها مثل صورة كرت شركة أو غلاف كتاب، أو تسجلوا ملاحظة صوتية. كل ملاحظة الواحد بيدخلها بيقدر يخليه يذكره فيها. ممكن الواحد يختار ذكرني بعدين أو بكرة أو المساء أو يوم وساعة محددين. التطبيق كمان بيذكر بناء على الموقع، يعني ممكن يذكر بقائمة المشتريات لما الواحد بيكون بالسوق مثلا. طبعا هي شغلة مو كتير مفيدة بسوريا، بس لما يسمعنا من برا وعنده انترنت بيقدر يجربها. ميزة تانية هي إمكانية مشاركة ملاحظة، بمعنى مثلا أنه ممكن يتشارك واحد هو مرته بقائمة أغراض طبخيت اليوم، يعدلوا عليها أو يبعثوها لبعض عن طريق الواتساب أو الفايبر أو غيره. تقدروا تضيفوا وتعدلوا الملاحظات من الكمبيوتر عن طريق keep.google.com، أو على الموبايلات اللي بتشتغل بنظام تشغيل أندرويد عن طريق تطبيق جوجل كيب. وعلى الآيفون والآيباد في تطبيق بديل بيعمل نفس الشغلات اسمه إيفرنوت. أهم ميزة بهذا التطبيق هي بساطته وسهولة التعامل معه، ومشان هيك اخترت أحكي عنه. بتلاقوا رابط عن كل شيء حكيت عنه على رابط فقرتنا على سوريالي.com أو على الساوند كلاود أو على اليوتيوب. وطبعا ممكن دائما تواصلوا معي بالتعليقات أو على صفحتنا على الفيسبوك. علوم وتكنولوجيا بعلم علمك معي أنا طارق.